اخوانا ان القائد الاعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا بقولك كلمه حق، ربنا هيحاسبنا عليها، يتمنى انه يعمل كل حاجه كويسه للبلد. لكن وانت في البيت وانت رب الاسره تتمنى ان ولادك يبقوا احسن ناس في الدنيا، لكن الظروف الاقتصاديه بتاعتك ما بتساعدش. كذلك الحال، الدوله المصريه بتواجه تحديات، بتواجه مشاكل، بتواجه ازمات. النهارده لما قواتك تبقى في الصومال، اسلحه، غذاء، سكن، غيره. النهارده لما يبقى قواتك على الحدود عشان تحمي امنك القومي، عشان ما تبقاش بكره زي غزه، عشان بكره تبقى كل اللي انت عملته بينمو ويكبر. النهارده لما يبقى عنده حكمه صاحب القرار، عنده حكمه وعنده انتماء وعنده غيره ويتمنى يعمل اللي ما يتعملش. لكن دايما إدارة الأزمات فن ومهمة، والمصلحة الوطنية واجبة وأساسية، والدفاع عن قضايا الأمة ثابت من الثوابت. أعلنه الرئيس أكثر مرة، احنا جات مرت علينا فترة ما كناش نتكلم على الأمة العربية، ولا مسألة الانتماء القومي موجودة خالص على الإطلاق، ولا كأني مش معنيين بالموضوع. لكن اللي عارف قدر مصر وعارف ان دور مصر المحوري والمركزي، مصر قلب العروبة النابض، علينا أن نحرص على هذا الأمر. مصر لها في كل بيت عربي يعني وجود، في كل دول العالم التالت لها وجود. انزلوا أفريقيا، تلاقي أفريقيا صور عبد الناصر موجودة، في الخليج، في غيره في غيره. ليه؟ ما هو ده نتاج الدور المصري في مساندة حركات التحرر الوطني. فإحنا لاجب في الفترات دي، انسوا أنا عجبني التقرير اللي عملوه زملائنا ده. المواطنين بيتكلموا من قلبهم. إحنا مع بلدنا ومع القيادة السياسية وقت الأزمات، نختلف في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بس إحنا نقدر. اللحظة دي إحنا عايزينها. الانتماء الوطني لتراب البلد دي لازم يبقى في ذهن وفي عقل كل مواطن. ومحدش يزايد على وطنية المصريين. إحنا شعب عظيم وشعب قادر على مواجهة التحديات. وانتوا لو شفتوا يمكن امبارح فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، دي النسخة الأولى، كان يوم الثلاث، استمر 3 أيام في مطار العلمين الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس كان موجود، والوزراء كانوا موجودين، سيد وزير الدفاع كان موجود، سيد رئيس أركان الحرب موجود، قائد القوات الجوية موجود، وزير الطيران موجود. المعرض حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في أفريقيا والشرق الأوسط. 300 شركة من أكثر من 100 دولة كانوا مشاركين. المعرض جسد شراكات متعددة الأطراف، خصوصا أمريكا، فرنسا، إلى جانب دول أخرى زي الصين وروسيا والهند ودول عربية كتيرة. والهيئة العربية للتصنيع وقعت خلال هذا المعرض اتفاق مع شركة صينية لتصنيع نظم دفاعية متطورة، واتفاقية تعاون مع شركة أمريكية لاعتماد مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع. كل ده يقول لنا ايه؟ كل ده يقول لنا ان البلد دي بتعدي لقدام. في ناس مش حاسة، ويبدو ان احنا كاعلامين مش عارفين نسوق كويس، او بنختصر على حتة معينة. والله قلتها لكم، قالها لي وانا مرة واحد، وانا مرة رايح في طريق العلمين، واحد مواطن كده بنزينة قال لي يا استاذ مصطفى، المشكلة ان كل مواطن شايف الحتة اللي اتصلحت عنده، مش شايفش الجهد اللي بيبدأ من توشكا مرورا بكل محافظات مصر، محدش شايف ده. فالنهارده انت مش حاسس بده كويس، بكرة تحس بيه. النهارده لما توشكا توصل ل 485 ألف فدان، 2017 كانت 400 فدان، وبكرة هتبقى مليون، السنة الجاية هتبقى مليون إن شاء الله. مشروع مستقبل مصر وهذا الزخم اللي موجود، أكتر من مليون فدان، ومتوقع نوصل لـ2 مليون فدان. أنا بعمل اكتفاء ذاتي من القمح ومن السكر ومن الأرز ومن غيره ومن غيره. فإحنا عارفين المشكل وعارفين الوضع وعارفين الصورة، لكن صبرا وحنقف وحنعدي الأزمة. لكن المهم في كل هذه العناوين أمننا القومي، بلدنا، حدودنا اللي احنا متورثينها من 7000 سنة. هذا الجيل
الذي واجه هذه التحديات يجب أن يخلد في التاريخ، إنه جيل محافظ بقواته المسلحة وشرطته وقيادته وشعبه على الوطن، إنه بيدير الأزمة بحكمة وموضوعية وعلم وفكر استراتيجي. كل ده يدينا أمل في بكرة، ومصر هتواجه بإذن الله كل التحديات. وبقولها الرئيس السيسي بغض النظر عن الموضوع اقتصاديا والموضوع اجتماعيا ولا ولا ولا، بس الشعب المصري كله معاك، كله معاك في دفاعك عن الأمن القومي، في حمايتك لبلدنا، في دعمك المستمر لتطوير قواتنا المسلحة لتصل إلى هذه الرتبة العالية، في إيمانك بالهم القومي، بوعيك بكل ما يخص أمننا في مصر وخارج مصر أيضاً.